يعني احب الناس اليه ما يشوف ما يحبهمش ولا عايز يشوفه. انا شفت ناس يقول لك بحمل هم الدبانه تقف في وشي ان انا هنشها ازاي، يعني حتى ايده كده مش قادر يشيلها. شوف قد ايه من شده القبض. شفت ناس كده والله. فدي ربنا يسلمنا، لكن على اي حال اللي بيسكن في هذا المقام ربنا بيرقيه ترقيه كبيره تفوق العبادات كتير لما يسكن مع الله في هذه المقادير ويقول الله الله ربي لا اشرك به شيء او يجعل هذا ذكره ويتذكر باستمرار ان ربنا لابد ان يشرق له شمسه ويسكن منتظر الفرج. انتظار الفرج عباده في حد ذاته. تجد انه يعدي من المقام ده من حال القبض ده يجد نفسه بقى ليه معنى تاني في العبادة وما كأنه ترقى ترقية كبيرة. فهمت ازاي؟ فبيبقى محنة وفي الواقع منحة طبعا، ترقية كبيرة تملي كده. شوف انت كده لو رقوك كده وخلوك محافظ ولا وزير هتقعد معانا القعدة دي؟ هتبقى عندك مشاغل كتيرة، هتبقى عندك مشاغل كتيرة جدا مش فاضي عشان رقوك بقيت وزير ولا بقيت مش عارف. فهمت ازاي؟ تلاقي نفسك مشغول حتى عن نفسك، حتى عن أولادك، حتى عن بيتك إذا كنت كده في الدنيا في أمور الدنيا، فما بالك بقى في أمور الآخرة ترقيتها أشد، فيشغلك حتى عن نفسك سبحانه وتعالى حتى تخلص له. رجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ شوف المثال الجميل ده. يبقى الخطورة في البسط إن للنفس فيه حظ، فعشان كده أول ما يبسطك مولاك خد بالك اتأدب وامسك لسانك، اتأدب وامسك لسانك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأن تراه جميلا جليلا في آن واحد، فلا يغلب عليك جمال بالبسط ولا يغلب عليك جلال بالقبض، لأن الله جميل جليل في آن واحد. الله كما أنه رحيم هو شديد العقاب في آن واحد، لا عقابه وبطشه سبحانه وتعالى منعت رحمته ووده بعباده، ولا وده ورحمته منعت بطشه، فلا صفة تعطل صفة، كله في آن واحد يعمل سبحانه. وعلشان كده الإنسان إذا ترقى رأى مولاه هكذا. فالمهم أن مقام الانبساط أخطر من مقام القبض، ولكن لا تتمنى إلا ما أقامك فيه مولاك. فإن كنت في انبساط لا تتمنى القبض، وإن كنت في القبض لا تتمنى البسط. هو ده ما أقام المعرفة، الرضا بما أقامك الله فيه دي عين العبادة. فإذا رضيت صار القبض بسط، وإذا سخطت صار البسط قبض. فهمت؟ يمسك نفسه عن الناس ما يأذيهمش زي ما بتعمل فيا يا حتى. يمسك نفسه عن الناس، يعني ما يبقاش مندفع فيهم، لأن البسط فيه اندفاع. فهمت؟ العارفون إذا بسطوا، عشان كده قايل لك كده، العارفون الحكمة اللي بعد دي. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. دي الحكمة اللي بعد دي. يبقى العارف لما يجي له مقام البسط يبقى أشد خوفا في المقام ده وحذرا منه إذا قبض. ليه؟ لأن أنت بالليل نايم، القبض ده حاله النوم وعدم الحركة والسكون، وأنت نايم ما بتبقاش خايف من حاجة، لا هتقع ولا تتزحلق ولا حاجة بقى، ما أنت نايم. وأنت نايم في السرير بتبقى قلقان من حاجة؟ لكن وأنت ماشي في الشارع في الزلق خايف تدوس على قشرة موز تتزحلق، خايف تدوس على نجاسة تنجسك، صح ولا لأ؟ فالقبض لأنه مقامه الاستقرار فالخوف فيه أقل، إنما البسط مقامه الانتشار فالخوف فيه أشد. فهمت المعنى؟ الناس عايشة بس مش عارفة تقوله، مش عارفة تفهمه. لا لكن الناس عايشة، ما تخافش، أنت نفسك عايش في المقامات دي والأحوال دي بدون ما تعرف تقراها. كلنا عايشين في الحاجات دي. يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء سبحانه وتعالى. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. ولا يقف في حدود على حدود الأدب في البسط إلا قليل، ولا يقف
على حدود الأدب في البسط إلا قليل، وقليل ما هم؟ هم المؤدبين بقى، أهل الأدب العالي هم دول. قال رجل لأبي محمد الحريري رضي الله عنه، كان رجل والي كبير جاله مقام البسط فقل أدبه، فربنا حرمه ورجعه تاني بره الباب، طرده بعد ما كان فتح له الباب، طلعه تاني في خدمة الدواب، بعد ما كان في مجالسة الأحباب صار إلى خدمة الدواب مرة أخرى، لأنه أساء الأدب في البسط. فقابل سيدنا محمد الحريري، كان من العلماء الأولياء في هذا العصر، بيشتكي له وعايز يرجع تاني يتفتح له الباب. فقال له: كنت على بساط الأنس وفتح علي طريق البسط، فزللت زلة فحجبت عن مقامي، فكيف السبيل إليه؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال: يا أخي، الكل في قهر هذه الخطة، يعني الكل في قهر مولاه، يعني كلنا وقعنا في المسألة دي، لكني أنشدك أبياتا لبعضهم. وقال له شوية شعر كده، معناه ان هو يعني ايه، يعني يقعد ينتظر في 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 في, في الخراب لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوصله للعمار. قف بالديار فهذه آثارهم تبكي الأحبة حسرة وتشوقا، كم قد وقفت بربعها مستخبرا عن أهلها أو سائلا أو مشفقا، فأجابني داعي الهوى في رسمها، فارقت من تهوى فعز الملتقى. قال له الشعر. وليه بقى البسط مراعاة الأدب فيه صعبة؟ لأن للنفس فيها حظ، وعلشان كده قال لك في الحكمة التي تليها: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. واضح؟ وعلشان كده الخطورة بقى في البسط. البسط تأخذ النفس منه حظها فتقوى، تحيا تاني بعد ما ابتدى يسايسها ويركبها وتوصله لربه، راحت موقعاه وهي اللي ركبته تاني بعد ما قعد يكافح فين على ما ركب نفسه، لان النفس دي اصلها عاملة زي الحيوان غير المروض، لو سبتها توديك المهالك بالكفاح والمجاهدة، تتروض حبة حبة، تزل لحد ما ايه، تحط على ظهرها البردعة وتحط على فمها اللجام، لجام الشريعة، وتروح راكبها وسيقها بقى. فهمت ازاي؟ يبقى انت في الحالة دي بقى سيطرت على نفسك. يجي البسط، النفس ترجع تهيز تاني، تروح عاملة كده صهلة، تروح موقعاك من فوق بعد ما كنت راكبها، وتروح راكبة فوقك تاني. ادي المشكلة بتاعت البسط. ترجع تصحى تاني النفس بعد ما زلت وتزللت، ترجع تاني لقهرها السابق، لان هي تحب القهر، النفس تحب القهر، ما تحبش الزلة، هي عايزة تبقى رب، عايزة تبقى إله، هي كده عايزة وعايزة وعايزة، مش عايزة تزل، طبيعتها كده. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. وعلشان كده ابن الفارد هنا مدفون عندنا هنا في سطح المقطم، ليه مقام كبير هناك، وليه مسجد هناك بجوار المقام بتاعه، وليه اشعار قويه جدا غريبه. كان يقول ايه اشعاره؟ اشعاره معظمها رموز ما يفهمهاش الا اللي مروا بالايه؟ بالاحوال دي. يقول ايه مثلا؟ الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي. الموت يعني موت نفسي فيه حياتي، حياه المعارف مع الله، وفي حياتي قتلي. واخد بالك؟ واذا حييت نفسي هموت مع الله. وقال الششتري رضي الله عنه: إن ترد وصلنا فموتك شرط لا ينال الوصال من فيه فضله، لا ينال الوصال من فيه فضله. وعلى هذا قال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: القبض حق الحق منك، والبسط حقك منه. القبض حق الحق منك، والبسط حقك منه، يعني حظك. ولأن تكون بحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك. عشان كده كانوا العارفين
إذا خير بين أحد المقامين يختار القبض وما يختارش البصر. إذا خير بين أحد المقامين. لكن الأفضل ألا تختار، وفر من المختار إلى من يخلق ما يشاء ويختار، حيث أنه أقامك فيما يختار. ده الأولى. وعشان كده يقول إيه الإمام أبو الحسن الشاذلي: إذا خيرت فاختر ألا تختار. إذا خيرت فاختر ألا تختار. وفر من المختار فرارك إلى ما يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة. أما الواصلون المتمكنون فلا يؤثر فيهم جلال ولا جمال، خلاص بقى وصل بقى، ولا يحركهم قبض ولا بسط. كما تقدم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. المتمكنين دول جبال، جبال في التمكن، تمر عليهم أحوال الصفات وتجليات الصفات والذات فيتحركون معهم وهم ثابتون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله في قلب العارف، حيث أنه جعله متمكن مع تغير الواردات والأحوال. دي بقى الايه الحالة العالية، لأنهم بالله ممكن لو أساء الأدب يرجع في أي وقت. وعشان كده لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون أو الكافرون. فالإنسان يبقى على حذر مع الله، مش تمكن يعني خلاص بقى، لا، ما هو لو أساء الأدب هيضطرب تاني. لأنهم بالله ولله ومن الله وإلى الله. بالله تصرفهم، ولله عبادتهم أو عبوديتهم، ومن الله وردهم، وإلى الله صدورهم. لأنهم لله لا لشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا قلبا سليما ورزقا طيبا مباركا فيه، وأن نسأله نفسا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ولا تجعلنا من عبادك المتكلفين. نعوذ بالله من التكلف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا أرحم الراحمين. نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد. الرحمن الرحيم. الغبر أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا بالأمس في الحكم العطائية على البسط والقبض. والبسط هو حظ النفس من الانبساط والانشراح من عطاء الله عز وجل، إما عطاء معنوي قلبي أو عطاء حسي فينفرج القلب، لأن القلب ينفرج أيضا بالعطاء الحسي. إذا وسع الله عليك في مالك مثلا تنشرح، ينشرح صدرك. للاثنين معا أو بأحدهم. فالانبساط والبسط سببه الأساسي هو العطاء، أما القبض فسببه الأساسي هو المنع. فإذا قبض عنك في الحس قبض قلبك في المعنى، كأن ضيق على الإنسان في رزقه، في عافيته، في أحبابه، في وسائل معيشته، يضيق صدره. يبقى القبض يكون سببه المنع أساس، إما منع حسا فينطبع على القلب بالقبض، أو منع معنوي يكون حياته طبيعية وعنده كل حاجة، لكن هو مقبوض لسبب ما يعرفوش، عايش في قصر وكل المصانع بتاعته بتكسب، واولاده ما فيش احسن من كده، وهو في كمال العافيه، مفيش اي مشاكل.
عنده، لكن يقول لك أنا مقبوض لوحده كده، فيكون القبض أحيانا إما لمنع حسي فيرى ويشعره الإنسان فينطبع على قلبه، أو يكون لمنع معنوي بلا منع حسي، وحسا يكون سليم من جميع الجهات ومعافا، ولكن القبض يكون بالمعنى. فلما كان القبض هو سببه المنع والبسط سببه العطاء، أراد أن يبسطك من حيث قبضك وأن يقبضك من حيث بسطك، فقال لك ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. افهم، هي دي حكمة اليوم. ربما أعطاك في الحس، أعطاك مالا في الحس ومنعك الافتقار إليه، أغناك عن الناس وحرمك الافتقار إليه مثلا، يبقى أعطاك الغنى عن الناس ومنعك الافتقار إليه، ربما أعطاك فمنعك، ربما أعطاك إقبال الناس ومنعك إقبال الله عليك، ربما أعطاك العافية ومنعك الشكر عليه، وربما أعطاك العلم ومنعك الوصول به إليه فحجبت به عنه، فيبقى ربما أعطاك فمنعك. فلا تنبسط لكل عطاء كما أنك لا تنقبض لكل منع، فربما منعك المال حسا وأغناك به باطنا، يبقى منعك المال في الحس وأعطاك الغنى به في الباطن، فهمت؟ منعك العافية في الحس وأعطاك الشكر في الباطن، منعك إقبال الناس عليك وأعطاك إقبال الحق عليك. فافهم، وعشان كده الإنسان إذا قبض يذكر هذه الحكمة، ربما منعك فأعطاك، يعني في وسط المنع يعطي، وإذا انبسط، والانبساط حظ النفس فقد تتبطر فتسيء الأدب، فعليه أن يتذكر ربما أعطاك فمنعك، فينقبض فيلجم اندفاع الانبساط الذي قد يجعله مسيء الأدب بقليل من القبض بهذا المعنى. فهمت المعنى؟ ربما، نعيدها تاني، ربما أعطاك يعني بسطا فمنعك معنى، وربما منعك أي قبضا فأعطاك في المعنى بسطا. فهمت؟ نعم. أي سؤال؟ نعم، هو يعطي في حال المنع كما يعطي في حال العطاء في آن واحد للي يفهم، لكن احنا بنكلم اللي ما بيفهمش، لأن الإنسان أحيانا يسيء الأدب مع الله، يمنعه أشياء هو يشتهيها ويعطيها لغيره، فينظر لغيره قد أعطي ما اشتهاه وهو لم يعط ما اشتهاه، فينقبض ويحزن، ويبقى زي بينه وبين ربنا حاجة كده، يعني زعلان منه، يعني بينه وبين نفسه زعلان من رب لأنه مش فاهم. فتفتكر المعاني دي تقربك إلى الله في كل حال. شوف هنا في الشرح يقول إيه: قلت الغالب على النفس الأمارة واللوامة. خد بالك احنا بنتكلم الوقت النفس اللي بتنبسط للعطاء وبتنقبض للمنع هي نفس لوامة، انما النفس المطمئنة لا، النفس المطمئنة ترى المنع عين العطاء وترى العطاء عين المنع في آن واحد، فهي تعبد الله على حذر في كل حال مع كمال الرضا بما أقامها الله فيه، فهي في كل حال مقبوضة في انبساط ومنبسطة في انقباض. هذه المعنى يعبدونه خوفا وطمعا، طمعا هو الانبساط والخوف هو الانقباض. دي النفس الراضية اللي هي ايه؟ المطمئنة، اللي هي عرفت ربها فلا تأمن مكر الله، تخافه وترى فضلها عليه في كل حال فتنبسط، وتخاف زوال هذا العطاء في كل وقت فتنقبض، فهي بين الخوف من النقص وبين البسط
لكمال العطاء في آن واحد، فهي مقبوضة مبسوطة في آن واحد موزونة. إنسان متوازن هو ده الإنسان اللي نفسه مطمئنة. إنما الناس اللي أقل من كده دي النفوس اللوامة، ده لسه ما وصلش للدرجة العالية دي. النفس اللوامة بقى وكذلك الأمارة اللي هم الكفار، الكفار دي نفوسهم أو أمارة، إنما بداية المسلم نفس اللوامة. خد بالك النفس الأمارة دي نفس الكافر، إنما بداية المسلم نفسه لوامة. المسلم مهما كان شرير تلاقي برضه عنده حاجة جواه بتضايقه إنه بيعمل كده، حتى ولو كان سفاح بيقتل كل يوم بني آدم، إلا إن عنده ضميره مأنبه ومتضايق عايز يخرج من اللي هو فيه، حتى ولو كانت بغية. شوف مسلمة وبغية تبقى جواها عايزة تخرج من اللي هي فيه، شوف قد إيه، لأن ما زالت نفسها فيها النفس اللوامة، متضايقة مش مبسوطة. وكذلك الإنسان المسلم مهما كان في المعاصي لشوشته، شوف كده واحد قاعد يشرب خمرة يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا منه، وهو بيشرب وهو بيشتريه مدمن، ويقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا منه أنا عايز أخلص منه، يعني نفسه بتلومه عليها بالرغم إنه بيعملها. فبداية المسلم نفس اللوامة، خدت بالك؟ الغالب على النفس الأمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض بالمنع، دي طبيعة الإنسان كده. حتى أنت لما تلاقي واحد متضايق منك ملوي منك كده ومتضايق اديله هدايا، اديله كتير ينبسط من ناحيته، يبتدي يحبك، صح ولا لأ؟ دي طبيعة النفس. يعني أنت لو اديت يدك سخية الناس ما تشوفش عيوبك، واخد بالك ازاي؟ السخاء يداري كل عيب. لو فيك عيوب الدنيا وانت سخي وبتدي للناس قاعد ايد شمال ويمين طول النهار الناس ما تشوفش فيك عيب، وانت كلك عيوب، فهمت ازاي؟ فكل عيب يداويه السخاء، لان النفس تنبسط بالعطاء، دي طبيعة الناس كلها كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فانبسطت له نفوس العباد صلى الله عليه وسلم. وامرنا في الصدقات ندي لمين؟ للمؤلفة قلوبهم. يعني واحد يكون حديث اسلام لسه مقبوض من ناحية الاسلام وخايف والان مغير دينه والان على مستقبله، وكان هو في وظيفة وعيلته وحاله وساب ارثه من ابيه، لانه لما هيسلم مش هيرث ابوه الكافر، ففقد حاجات كتيرة وداخل في حاجة جديدة، لسه مقبوض خايف متضايق، يقوم تديله انت مزدكة كتير حتى ينشرح صدره وينبسط للاسلام، خدت بالك؟ فطبيعة النفس انها تنبسط بالعطاء، ده شيء طبيعي. اما العطاء من الله مباشرة او بالوسط عن طريق الخلق، وهو برضو من الله، بس اما يعطيه مباشرة او يعطيه بالوسائط عن طريق الخلق، فهمت؟ لان الانسان اما بيرزق من الله مباشرة او بيرزق من الله عن طريق سعيه، مثلا ان كان من اهل السعي في الدنيا، او عن طريق صدقات الاغنياء ورقة قلوب الاغنياء على الفقراء ان كان لا يستطيع السعي، فتجد ربنا يجعل الرأفة والشفقة في قلوب الأغنياء جهة الفقراء، وتبص تلاقي يبقى بيدور عليه كده وينزل في المطرة في الوحل ويخبط على بابه ويديله. مين اللي ألقى الشفقة دي في قلبه وخلاه يعمل كده؟ هو ربك، فهو ربك العاطي حقيقة، إما مباشرة أو عن طريق الوسائط سبحانه وتعالى. الغالب على النفس الأمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض بالمنع، لأن في العطاء متعتها، طبيعة النفس كده عايزة تكوش، عايز وعايز وعايز وعايز، الأنا طبيعتي كده عايز يكوش، فالعطاء فيه التكويش، في شهوة النفس، واخد بالك ازاي؟ فيها الحظ، وعشان كده طبيعة النفس كده فتنبسط للعطاء، لأن العطاء لأن في العطاء متعتها وشهوتها، لأن في العطاء متعتها وشهوتها، فلا جرم أنها تنبسط بذلك، وفي المنع قطع مودها وترك حظوظها، ولا شك أنها تنقبض بذلك، وذلك لجهلها. ربك قايل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإذا منعك شيء فانقبضت فتذكر هذه الآية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فربما يكون السم في الدسم، وربما يكون الضرر فيما تراه أنت منفعة وتتحسر على عدم تحصيله، ويكون هي عين الضرر، فربنا منعك الضرر وأنت شايفها مصلحة. زي بالظبط كده بيقولوا لما يكون مثلا أب
حاطط سم فران في حتة بسطرمة، والطفل بابنه جاي فرحان قوي بحتة البسطرمة دي عايز ياخدها يتعشى بيها، كل ما الواد يقرب عليها يضربه، هو هيموت نفسه ياخد البسطرمة بس فيها سم. فهمت ازاي؟ لكن ابوه عشان عارف بيضربه يقوم يزعل من ابوه، لكن لو عرف الحقيقة مش هيزعل من ابوه. صح ولا لا؟ كذلك ولله المثل الاعلى. تبقى انت طالب الحاجة اللي انت شايفها فيها عين مصلحتك وعين شهوتك وعين رغبتك، ربنا يمنعها، وكل ما تسعى يمنعها، وكل ما تقرب هتحصل ليها هتلمسها يمنعها. واخد بالك؟ لان ربنا يعلم ان فيها حتفك فبيمنعها. فعلشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاذا فهمت هذا انبسطت في حال القبض. فلما الانسان ينقبض لامور حسيه خارجيه او ينقبض لشيء لا يعلم سببه يذكر فضل الله عليه ومسارعته له في الخيرات منذ ان خلق، حيث اختار له الاسلام وفي ملايين غيره كفار، والاسلام دي اكبر نعمه، واختار له ان يعيش في بلد مسلمين وما عاش في وسط كفار، والعشره المسلمين دي نعمه كبيره، انك تعاشر مسلمين دي في حد ذاتها كده نعمه كبيره، يعينوك على الطاعه، لما تتازم في مساله فقهيه تلاقي شيخ تساله، تلاقي حد تساله، الناس اللي قاعدين في اوروبا الحاجات اللي انت شايفها سهله دي تقابل واحد تساله دي عالم مثلا هنا دي عادي خالص، هناك يمكن يسافر لها مئات الكيلومترات علشان قابلته مشكله وعايز يعرف حلها ايه. فدي نعم كبيره انك ان ربنا اختارك تعيش في وسط مسلمين، وانك تبقى من اب وام مسلمين، وانك انت بتحب سيدنا رسول الله وبتعرف تقرا القران، وانك انت عقلك موزون متزن، وان عافيتك معاك. فاذا قبضك بعض الاشياء الاخرى فاحمد ربنا، تذكر نعيم اللي ربنا ادهولك واقامك فيه وانت ما دفعتش فيه حاجه، ده هو خلاك مسلم من غير ما تساله الاسلام، وخلاك عاقل من غير ما تساله العقل، وخلاك فاهم من غير ما تساله الفهم، وخلاك في عافيه من غير ما تساله العافيه. فادلك حاجات تجل عن الوصف، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فاذا قبضك ومنعك من بعض الاشياء الاخرى التي انت متعلق بها فاعلم انه انما قبضها عنك لمصلحتك، فتنبسط ولا تنقبض. فهمت المعنى؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ايه عظيمه. نصبر شويه يمكن نفهم. يبقى النفس بتنقبض بالمنع لجهلها بربها، ما تعرفش الحكمة. لو عرفت الحكمة، الطفل الصغير اللي قتلوا سيدنا الخضر أبوه وأمه لطموا عليه وقعدوا يعيطوا، لو كانوا يعرفوا الحكمة الحمد لله خلصنا منه، لأنه كان هيطغيهم لما يكبر طغيانا وكفرا، فربنا خلصهم من بلو، لدرجة أن في ناس بتقرأ أنت في الحوادث بيقتل ابنه بإيده لما يجي يكبر يلاقي مجرم ومدمن وداخل طالع جاي يسرق من الجيران ويضرب هنا ويعتدي على بنات الحي وعمل له مشاكل، درجة يبقى عايز يقتله، يبقى ابنه عايز يقتله ويخلص منه. شوف قد ايه الى هذه الدرجة، ويدعي عليه انه عايز يخلص منه. فربنا خلص الابوين دول على ايد سيدنا الخضر وهو طفل، بدل ما كان يكبر يعمل لهم المشاكل دي. يبقى هو كان عين العطاء ولا لا؟ يبقى قبض الطفل هو عين العطاء ولا لا؟ يبقى يقبض ويعطي في آن واحد. سبحانه، لما خرق السفينة قبض، لأن عيب هيحصل، وهو عين العطاء فأعطاهم السفينة وحفظها له. فهمت ازاي؟ فيقبض ويبسط في آن واحد سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط في آن واحد، لا القبض يمنع البسط ولا البسط يمنع القبض، لأنه قابض باسط، فلا صفة تمنع صفة وتعطلها، بل كل الصفات تعمل في آن واحد في اللحظة الواحدة، فيجعل الداء هو عين الدواء سبحانه. فلو فهمت عن الله لعلمت أن المنع عين العطاء والعطاء عين المنع، فيبقى لا تنقبض. انقباد يجعلك لا تأنس بالله في الطاعة، ولا يلهج لسانك بذكر الحمد من القلب، ولا تنبسط انبساط يطغيك بالنعمة عن المنعم فتجهل بها على الخلق فتقبض من حيث بسط. فهمت المعنى؟ فافهم أيها الفقير عن مولاك، ولا تتهمه فيما به أولاك، فربما أعطاك ما تشتهيه النفوس
فمنعك بذلك حضرة القدوس، وربما منعك ما تشتهيه نفسك فيتم بذلك حضورك وأنسك، وربما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها فمنعك جمال الحضرة وبهجتها، وربما منعك زينة الدنيا وبهجتها فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها. عشان كده الناس الصالحين الأولياء كانوا يقولوا إيه، نحن في نعمة لو عرفها الملوك لقتلونا عليها، اللي هي إيه؟ نعمة الشهود حضرة الله عز وجل، نعمة الفهم عن الله عز وجل، نعمة الحضور مع الله عز وجل، نعمة القناعة، نعمة التزام الشريعة في الظاهر والتسليم للحكمة في الباطن، دي نعم كبيرة جدا. لكن الملوك ما عندهمش دي يمكن، وعندهم قصور وخدم وحشم، وعندهمش الحكاية دي، ويقدر بالقصور والخدم والحشم يشتري أي حاجة إلا دي. دي مش تلاقيهاش في الرف عند البقال، ولا هتلاقيها في دواء عند الصيدلي، ولا هتلاقيها في حاجة خالص. دي محض منحة من الله، محض فضل، ما تقدرش تجيبها بملايين الملايين. فإذا أولاك الله ببعض هذه المعاني فاعلم أنما أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ربما أعطاك قوت الأشباح، يعني أكلك وشبعك كل يوم كباب، كل يوم لحمة، كل يوم أحسن أكل وأفخر الطعام، قوت الأشباح، فمنعك قوت الأرواح. وربما منعك قوت الأشباح كل يوم بتاكل لقمة حاف مش لاقي غير كده، وانت ربنا خلقك نفسك عزيزة ما تقدرش تسأل الناس، ويدوب هو رغيف حاف وانتهينا على كده، وشايف وماشي كل يوم رايح جاي تشم ريحة الكباب، واخد بالك، وتقول موعدنا الجنة ان شاء الله. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقوت الأرواح، يجد شبعان لوحده من جواه، شبع كده من جواه حقيقي. وعلشان كده لما راحوا لسيدنا الجنيد، واحد من تجار بغداد المشاهير، وكان سيدنا الجنيد قاعد في بغداد، وكانوا بيحبوا الصالحين، الناس الاغنياء دي كانت تحب الصالحين، وده راجل قاعد متفرغ للطاعه والعباده مالوش باب يتقوت منه، هم ناس مبسوطين لو كان لقمه تكفيه 3-4 ايام، هو مش عايز حاجه، هو مبسوط انه مع الله كده وخلاص. فكان بعضهم يمكن ياكل تمره ويمر عليه ايام ذوات العدد ما ياخدش التمره وشويه ميه وخلاص، لكن قوت الارواح بيدي للجسد قوه وطاقه. فالمهم جاله الراجل ده واداله كده صره مليانه دنانير ذهب، فبيديها ليه، فبيقول له خذها لك ولمن معك، يعني تتقوت على معيشك. قال اعندك غيرها؟ يطمئن الأول لا يكون الراجل محتاجها ولا حاجة. قال نعم. قال وتريد فوق الذي معك؟ قال نعم. قال إذا خذها فأنت أفقر إليها منه. هو عنده غيرها كتير لكن عايز يبقى عنده تاني، فيبقى هو فقير، هم ما عندهمش لكن مش عايزين يبقى عندهم، يبقى هم اللي أغنى. فهمت المعنى اللي أفهمه له؟ فبيقول له إذا خذها فإنك أفقر إليها منه، لأن هو عنده ولسه عايز يبقى عنده. فهمت المعنى؟ فربما أعطاك قوت الأشباح فمنعك قوت الأرواح، وربما منعك قوت الأشباح فمنعك بقوت الأرواح. ربما أعطاك إقبال الخلق فمنعك من إقبال الحق، وربما منعك من إقبال الخلق وأعطاك إقبال الحق. سبحانه. ربما أعطاك العلوم وفتح لك مخازن الفهوم فحجبك بذلك عن شهود المعلوم. أنا اللي فاهم، أنا بس اللي بفهم. يديك الذكاء والعلم الواسع والاطلاع الكبير والشهادات الكبيرة قوي والمناصب الفخمة قوي، فيحجبك بذلك عن المعلوم. شفت المصيبة؟ وعشان كده الإمام الشافعي لما كان عنده سعة فهم جامد وكان يسبق عصره بقرون، فبيقول إيه؟ بيقول ولولا خشية الرحمن ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. من صولة الفهم وسرعة الفهم يحس ان الناس دي كلها ايه ده؟ هم فاهمين حاجة؟ دول ما يستاهلوش ان انا اقعد معاهم ولا اكلمهم اصلا. دول مش من مستواي. فهمت المعنى؟ تملي البني ادم الذكي قوي كده، تلاقيه يجيله غرور وكبر. بسبب ايه؟ بسبب شدة صولة الفهم وسعة العلوم. لولا ان ربنا يتدارك هذا الانسان بالرحمة يقوم يتواضع يروح في داهية من علمه.
وعشان كده الامام الشافعي ربنا تداركه بالرحمه دي، فبيقول لولا خشيه الرحمن ربي اللي ربنا تداركه بيها، لو كان سابني كده لنفسي وما وهبني من مواهب لظننت ان الناس كلهم عبيد. شفت المعنى؟ وعلشان كده ربما فتح لك مخازن الفهوم واعطاك العلوم فحجبك بذلك عن شهود المعلوم ومعرفه الحي القيوم، وربما منعك من كثره العلوم، كل ما تيجي تخش امتحان تسقط، غلبان انت متوسط الذكاء، او انت ذكي في حاجات ثانيه لكن في المذاكره مش ماشي. فهمت؟ قلبك ده يعني حاجه عظيمه قوي، لكن تيجي تمتحن تتلجلج تسقط، ما يجراش ايه ما يجراش، مش عارف تاخد شهادات ولا عارف تبقى راجل علامه. كل ما تيجي تقعد تحاول تدرس وتجيب كراسه وتقعد عند العلماء يكبس عليك النوم، يجوا يتكلموا تلاقي كلامهم طلاسم مش عارف تفهم، يجوا يقولوا مش عارف، راجل غلبان كده، ربنا قافلك لكن اعطاك في قلبك معرفه الحي القيوم. فهمت ازاي؟ وقابلنا والله ناس كده ما عندهمش اي شهاده ولا يعرفوا يقروا خط، لكن يقول كلام حكم، يقول كلام حكم يدل على الله سبحانه وتعالى. وربما منعك من كثرة العلوم وأعطاك الأنس بالحي القيوم فأحط بكل مجهول ومعلوم. ربما أعطاك عز الدنيا ومنعك عز الآخرة، وربما أعطاك ذل الدنيا وأعطاك إيه؟ عز الآخرة. وعلشان كده لازم تعرف ربك في كل حال، ما تزعلش. أقام العباد فيما أراد، خلك فقير الحمد لله، غني الحمد لله، صحيح يا سلام الحمد لله على نعمة العافية، مريض الحمد لله، يمكن لو كنت سليم كنت رحت في ده. فهمت؟ في دكتور فقه صديقنا يعني كان بيدرس لنا فقه وفقد بصره وهو في ثانوية عامة، وعنده ذكاء عجيب، كان يقرأ الحاجة مرة واحدة يحفظها، فلما فقد عينه بقى محتاج حد يقرا له، فبقت سرعة حفظه متعلقة باللي بيقرا له، خلاص اتقيد دخل في زنزانة بقى. كان الأول عينيه شغال يقرا زي ما يقرا يحفظ أي حاجة، خلاص الدنيا مفتوحة قدامه، لكن أول ما فقد بصره جاله ضمور في العصب البصري علشان زواج أقارب، بيجي في الذكور دون الإناث المرض ده من زواج الأقارب، ضمور في العصب البصري يجي في الذكور دون الاناث، يعني تلاقي ينجبوا بنات وصبيان، يجي في الصبيان وما يجيش في البنات، فالبنات يفضلوا مفصرين للاخر، والصبيان يجوا على سن 18 16 سنه تدريجيا يضعف بصرهم، على سن 20 سنه يعموا خالص. فالمهم فكان من شده حفظه وسرعه حفظه وذكائه كان يعني بيشعر بتميز على الناس. لما فقد بصره اتحجم، الطاولة دي اللي عنده اتحجمت، لأنه كأن ربنا رجعه بقى، قال له امشي أنت بقى بالسرعة بسرعة الناس، اللي أنت كنت فاكر إن الناس دي أنت سابقها بقى، طب أنت هتمشي بسرعة الناس. الناس دي بقى اللي أنت فاكر نفسك متميز بيهم هم دول اللي هيوصلوا لك العلوم وهيقروا لك، هتمشي بسرعتهم. فأنا مرة كنت قاعد معاه بقول له يعني يعني الله يكون في عونك إنك أنت، لأنه هو خلص الدكتوراه ولسه مش فاضي يعمل أبحاث يترقى. مستني بقى حد يقرا له ويعمل وشغلانه بقى صعبه. فبيقول لي والله الحمد لله على النعمه دي، لان انا لما ربنا منعني بصري دي يمكن منعني الغرور والكبر، وان انا اسبق اقراني واشعر ان انا متميز عليه. انا كده ربنا خلق فيا التواضع، وكان صعب ان يجي فيا من غير الحكايه دي، فكانت دوايا. فشوف هو نظر لها عطاء في عين المنع. فتجده باستمرار منبسط. باستمرار تقعد معاه منبسط، عمره ما يكلمك على اي هموم ليه هو، يعني لما يقعد مع الناس بس هو اللي تتكلم في همومها قدامه ويجي يحل لهم مشاكله، وهو ما عندوش حاجه، مش مشاكل. سبحان الله. فيبقى ربما منعه البصر واعطاه هذا المعنى، اللي كان لو بصره معاه كان هيفقده، ولو انفق اموال الارض ما كانش يجيله. شفت قد ايه بقى؟ فالواحد يفهم عن الله، يفهم عن الله ويحط لسانه في بقه، ويبطل بقى يقول اللي يعطي الحلق للي بلا ودان، ويقتل ويدي للقرعة مش عارف مشته وفلايه والحاجات اللي الناس بيقولوها دي حرام، ما يلقش، لان ربنا بيعطي بحكمه ويمنع بحكمه،
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فما تستعجلش حاجة ربنا ما كتبها لكش، وما تستبطأش حاجة ربنا ما ادها لكش. خليك محترم مع الله، لما تبقى محترم مع الله كده ربنا سبحانه وتعالى هيفهمك معاني يقوم يريحك جامد. إنما لو أنت بقى مش هتبقى كده، والله لو اداك الدنيا ده تبقى عايز دنيتين مش دنيا واحدة. ولا تقنع أبدا ولا يشبع أبدا، النهم ده لا يشبع أبدا. ربما أعطاك التعزز بالخلق، يقول لك أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ تعزز بالخلق، ده أنا ده إحنا كابرا عن كابر، ده إحنا عيلة عمد وبشوات من مش عارف من 700 سنة. تعززه بالخلق، أو حتى لو ما كانوش قرايبه وآبائه يقول لك أنت ما تعرفش أنا بقعد مع مين؟ ده أنا بفتح الباب لفلان الكبير ده، لرئيس الوزارة، لرئيس الجمهورية، للملك، اللي مش عارف مين، كل يوم معاه، لما عاوز حاجة أقولها له على طول، كأنه هو اللي هيقضي حوائجه. نسي بقى، نسي ربه، فصار تعززه بالخلق، صار تعززه بالخلق مش بالحق. ربما أعطاك التعزز بالخلق يعني خلاك كده تجالس الأكابر، بقيت راجل كل ما جلسك مع الأكابر. في ناس كده تلاقي يعني يعرف كل الناس اللي هم المسؤولين الكبار، قعدته معاهم وسهرته معاهم خلاص تعززوا بهم، درجة ما يحتاج أي حاجة قالوه تتقضي، مصالحه كلها مقضية من كتر معارفه، دائرة معارفه في الخلق، فصار متعززا بالخلق ومنعه التعزز بالحق. يبقى هو أعطاه ومنعه في آن واحد، فما يفرحش قوي. ربما أعطاك التعزز بالخلق ومنعك من التعزز بالحق، وربما منعك من التعزز بالخلق. تعرف مين؟ ما اعرفش حد خالص، ماليش وسط، ما اعرفش حد خالص. انت منين؟ انا اسره غلبانه ولا كان عندنا حد متعلم، ده انا جاي من الارياف كده، وابويا فلاح وابن فلاح. لكن تجد عنده تعزز بالحق حاجه كبيره ثانيه جواه، يبان بقى، يبان في المواقف لما يمحص تبان بقى التعزز بالحق ده يبان. فهمت؟ فيبقى منعه التعزز بالخلق ولكن اعطاه التعزز بالحق. يبقى اني احسن؟ لو خيرت اني احسن؟ قد تختار القبض اذا فهمت معنى العطاء في القبض، والافضل الا تختار، ولكن اختار ما يختاره سبحانه وتعالى، ده المعنى. ربما اعطاك التصرف في الملك، خلاك انت مالك كبير، عندك عزبه وعندك مصنع وتحت ايدك عمال وسرايا، خلاك مالك، خلاك رئيس، خلاك عظيم من العظماء في الدنيا، متعزز في الملك، اداك الملك. ومنعك شهود انوار الملكوت، قاعد في الحس للنار. وربما نزع منك الملك واضاء اليك انوار الملكوت. وعلشان كده تجد في الاخر في الحقيقه ان كل الناس الممنوع والمعطي والمعطى كلهم موزونين في ان واحد. اما تيجي توزن كده عطاء الله ومنعه لكل انسان ظاهرا وباطنا وتحطه في كفه لكل واحد، تجد الكل متساوي. اه هتلاقي حسني مبارك كده اهو زي الراجل اللي واقف على باب قايتباي مستني حد يديله ربع جنيه وهو خارج، كلهم متساويين. فهمت ازاي؟ لان ده يمكن عنده معاني باطنه هو مغافل عنها، هو بس غافل عنها، هو عايز حد بس يحط ايده ويفهمه عن الله يقوم يعرف المعاني الحلوة اللي هو ربنا أقامه فيه. تجد الكل زي بعض في الآخر سبحانه، لأن ربنا لا يحابي الخلق، ربنا كل الخلق عيال الله وكلهم بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وبخلقه عليم، فما فيش محاباة. لكن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء من عباده، لكن مع إعطاء الفضل لمن يشاء إذا أحببت من شاء الله أن يفضله حشرك معه يوم القيامة، يبقى برضه أعطاك. درجة أنت بتقول طب ما هو أعطى النبيين وما أعطانيش قد النبيين مهما عملت، طب ما أنت لو أحببت النبيين هتحشر معه. ووفر عليك مسؤولية النبوة. مسؤولية النبوة دي مسؤولية كبيرة. درجة النبي من دول كان يخاف ياكل ويشبع ويكون حد من أتباعه جائع. لكن أنت بتاكل وتشبع وتتكرع ما يهمكش، محدش هيسألك. فمسؤولية الأنبياء كبيرة أنت ما تتحملهاش. فربنا لما منعك النبوة حمل عنك مسؤوليتها.
وجعلك بمجرد عمل قلبي أن تحب الأنبياء تحشر معاه، يبقى أنت سهلها لك ولا بسهلهاش؟ سهلها لك، يبقى كلها رحمات. يحشر المرء مع من أحب. نعم، كل دي نعم كبيرة. لا بينام عادي الحمد لله. متى؟ مثلا صح، ممكن تحصل. أنيس منصور قاعد كل يوم في مقالاته يقول لك انه بيجي له أرق وما بيعرفش ينام، وراجل من المشاهير مثلا وكل الناس عارفاه، ولكن ممنوع من النوم. والواحد فينا لو قاعد كده على الكرسي كده وانت هنا، هو مش طايلها دي. نعمة رحمة. فمتى النعمة، الحكمة اللي بعدها متعلقة بنفس المعنى اللي احنا بنقوله ده. فمتى فتح لك باب الفهم في المنع، لو انت فهمت بقى باب الفهم في المنع، عاد المنع هو عين العطاء. شفت الحلاوة بقى؟ فمتى فتح لك باب الفهم في المنع، عاد المنع لك هو عين العطاء. فهمت؟ سيدنا أبو الحسن الشاذلي ليه في الحزب الكبير دعوة بيقولها، بيقول: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا، من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم. شوف كمال الافتقار إلى الله، هو ده المعنى. وكاتب لك هنا قصة راجل كان أعرابي يسكن البادية في خيمة في وسط الناس، وكان يرى أن أي حاجة ربنا بيعملها له كده خير، فهم ما حلتهمش إلا إيه؟ حمار وديك وإيه؟ حمار، لا حمار وكلب وديك. فقولوا في يوم كده، قالوا له الحمار مات، قال لهم خير. بعد كم ساعة كده قالوا له الكلب مات، قال لهم خير. بعد شوية كده على آخر الليل قالوا له الديك مات، قال لهم برضو خير. قالوا إيه الراجل ده بس؟ كله خير كده؟ فجالهم بالليل اجتاحهم عدو في المكان، وكان يستدل على الناس عشان يقتلهم بنهيق الحمار او صياح الديك او ايه او نباح الكلاب. فهم الوحيدين اللي نجوا، خيمتهم الوحيده اللي نجت في الضلمه، لا عندهم حمار بينهق ولا كلب بيهوهو ولا ديك بيد، فهم الوحيدين اللي نجوا. فصبحوا الصبح بقوا الصلاء وخيام القوم كلها فارغه، والناس الرجاله اللي فيها قتلوهم اللي اجتاحوا الايه الباديه، وهم الوحيدين اللي عدوا. فعرفوا ان كل خير من الله هو عين الخير ولو كان في ظهيره شر. والله اعلم. ونقف على الحكمه التي تليها ان شاء الله غدا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.